صلاح كسب الدوري، حجازي بيعود بيرجع تاني للبريمير ليج، تريزيجيه برضو عنده امال يفضل، عمل امبارح مباراه الحقيقه رائعه يعني. طبعا تريزيجيه مركز جدا وبيشتغل كويس جدا، وسبب رئيسي في ان هو يجيب 6 نقط لفرقته في وقت صعب جدا قدام كريستال بالاس هدفين، وقدام الارسنال جاب جول حلو قوي قوي، لطشها صعبه جدا في الزاويه الضيقه، وورك ريت عالي جدا يا سيف في اخر الماتش، بيضغط وبيشتغل وروحه عاليه جدا. وانا بقول ان المرحله دي مهمه جدا لتريزيجيه، لان حتى لو استون فيلا هبط وده ما نتمناهوش، انت كان ليك وجهه نظر ان ينزل معاه، لا ان هو ينزل معاه يفضل يلعب درجه ثانيه. انت كان الحلقه اللي فاتت، لا كنت بقول ان هو لو نزل معاه مش عيب، انما انا بقول ان التالق ده والطريقه اللي بيلعب بيها هيديله فرصه، لا هيديله، هيبقى عنده فرص ان هو هيجيله انديه ثانيه في الميد تيبل في البريمير ليج اكيد. هيجيله انديه زي برايتون، هيجيله انديه زي الانديه اللي هي المستقره بشكل كبير، وهو هيظهر معاهم بشكل افضل. حجازي قصه كفاح كبيره جدا على فكره، حجازي جاله اصابات صعبه جدا في ايطاليا وراح كذا اعاره واشتغل ونزل درجه ثانيه وجاله اصابه مع ويست بروم في بدايه الموسم، لكن بيليتش بيعتمد عليه بشكل كبير، وكان ليه دور كبير جدا في صعود ويست بروم ان هم يصعدوا في المركز الثاني في الدايركت بروموشن من غير بلاي اوف. النهارده يمكن كان الحظ واقف معاهم شويه، لكن بيليتش مدرب كبير، ويست بروم فريق من الفرق العريقه.